Good morning, Habibi Shaf Awal. How are you? Hoping that you are fine. Today we'll have activity book. Please open page 28. 28 يعني 28. عنا عنوان الدرس اليوم My Letters. يلا مع بعض. My Letters. My Letters. What's today? يلا مين يقولي what's today? Very good. Today is Monday. What's today? Today is Monday. What's the date? The date is 21st of December 2020. 21st of December 2020. عنا عنوان الاكسرسايز نمبر 1 رايت. شو قلنا على الرايت؟ الدبليو تكتب ولا تلفظ، بنحط عليها اكس عشان نعرف انه هي لا تلفظ بس بهاي الكلمه هون بكلمه رايت. ار اي تي، الاي سايلنت برضو ما بنقراها فبنلفظ رايت رايت بس. هدول شايفين هدول رايت، احفظوا لي اياها هاي رايت. الدبليو تكتب ولا تلفظ، رايت يعني اكتب. يلا بدنا نكتب حرف الاي. حرف ايش؟ الاي كابيتال واي سمول. طبعا انتوا بتعرف تكتبوها، هيا من هون لاين 1 2 بعدين بننزل بعدين بنعمل شحطه هيك من النص. الاي بتوين لاين 2 اند 3، لاين 2 ويك و 3 اوكي، وبنكمل الباقي. حرف الجي يلا فروم لاين 1، هيو شوي شوي بنعمل عليها هيك وبنعمل هيك. الجي هون من لاين 2 و 3، 2 و 3 و 4، لاحظين هاي نعمل هيك يا وبننزل بننزل بننزل لتحت اوكي، وبنكمل الباقي. هذا كله بده ينحل ماشي. هيا وين محطوطه فيه هون فول ستوب او دوت، بنسميها نقطه دوت او فول ستوب هيك، وبنكمل هون اوكي. بس هذا انا عملت لكم التريس، لازم نعمل فوق عشان يبين الحرف. حرف الدي فروم لاين 1 2 بعدين نرجع هيك على نفس اللاين 1 2 3. دي بتوين دي سمول طبعا بتوين 1 2 3، بس ذا سمول بتكون بتوين 2 اند 3. هاي 2 نعمل هاف سيركل اند going up to line 1 and getting down to line 3 okay good. هلا حرف الار، عندنا في الار نفس الشيء from line 1 2 3 getting down and getting up and put a half a circle and then a tick here okay. هذا الار كابيتال. شوف الار سمول between line 2 and 3، 2 and 3 هيهم بس 2 و 3. small stick from line 1 line 2 3 up to line 2 okay. نعمل from line 2 to 3 up to line 2 okay. يلا حرف الك، هاي الك from line 1 to 2 بعدين getting up to line 1 getting down to line 2 and 3 okay. K small from line 1 to line 2 to line 3 and getting up to line 2 getting down to line 3 okay. لاحظوا انه السمول between line 2 and 3 just only 2 and 3، but the big letter from line 1 و 2 و 3. لاحظين هون لازم تكون في هون شايفينها زي لكنها هيك ملزقة فيها بعدين تنزل على لاين 3. حرف الاي يلا حرف الاي اسهل شيء لاين 1 2 3 بس. هلا السمول from line 2 و 3، لاحظوا انه اغلب السمول letter between line 2 and 3 1 like 1 صح، بعدين نحط هون الدوت او الفول ستوب اوكي بس. This is. بعدين تعبوا لي اياه كلياته، شايفين هون هذا السطر كله بده يتعبى وهذا السطر وهاد 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 كلياته اوكي. تحلوا لي اياه وتبعتوا لي اياه على الواتساب اوكي. يا اول مثل ما قلت لكم بالذات حرف الجي شايفينه ما بدي طالع نازل على الاسطر بتوين هي، شايفين على السطر يعني حاطين لكم هون هيها على السطر بنعمل هاف هاف. اول شيء بنبلش هيك
هاف سيركل نص دائرة، بعدين جيتنج سوري جيتنج اب، بعدين ننزل جيتنج داون تو لاين 4. اوكي هاي هاي هيك ماشي، ما تنسوا هاي الشغلة. لاحظوا هون انه في عنا بالسطر اللاين 4، حتى لو ما اجت على اللاين 4 يعني خلناها شوي طاير فوق اتس اوكي، بس هي ارتب ننزلها على اللاين 4 ماشي احلى. نزلوا لي اياها شوية او خلوها بالوسط it doesn't matter. اوكي اللي اذا نزلتوها على السطر اوكي، واذا ضلت هيك معلقه شوي اتس اوكي ماشي حبايبي. ثانك يو، سي يو، جود باي، اي لاف يو، اي لاف يو تو ماتش، باي باي.